والعافية. كما تشاهدون مشاهدينا الكرام في الشاشة ضيوف الرحمن وهم يدخلون إلى المسجد الحرام بسلام آمنين، وأيضا هناك مسافات في التباعد الجسدي وكذلك الإجراءات الاحترازية من خلال لبس الكمامات حتى يحموا أنفسهم ويحموا غيرهم بإذن الله عز وجل من إخوانهم من ضيوف الرحمن. وكما أيضا طلعنا هذه التقارير الرسمية الصادرة من وزارة الصحة التي تؤكد سلامة ضيوف الرحمن ولله الحمد والمنة من الأوبئة والأمراض، وأنهم جميعا ولله الحمد والمنة يرفلون بثوب الصحة أو بإحرام الصحة والسلامة والعافية. نسأل الله عز وجل لهم التوفيق. وكذلك مشاهدينا الكرام، كان هناك تأكيد من جميع الجهات فيما يتعلق كذلك بالحلاقين، حيث سيتوجه بإذن الله عز وجل ضيف الرحمن في هذا اليوم لحلق رؤوسهم اقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه حقيقة المناسك العظيمة المباركة يتشرف بأدائها ضيوف الرحمن في هذا اليوم. سيكون هناك أيضا طواف للإفاضة كما نشاهد ضيوف الرحمن وهم ينزلون إلى ساحة المسجد الحرام، إلى هذه البقعة الطاهرة الشريفة، إلى هذه البقعة المباركة لأداء طواف الإفاضة، وهو حقيقة هذه الأنساك المباركة استكمالا لما كان عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أيضا مشاهدينا الكرام، من الأخبار التي طالعناها هذا التعاون المثمر والمبارك بين وكالة الأنباء السعودية واس وكذلك هيئة تطوير مكة المكرمة من خلال هذه الرسائل التوعوية الإرشادية لضيوف الرحمن، ووجود كذلك هذه المقاطع المرئية والإنفوغرافيك، وأيضا التي تكون حقيقة بأسلوب سهل مبسط حتى يناسب جميع ثقافات ضيوف الرحمن. وسيكون هناك حقيقة باللغة العربية والإنجليزية. وكالة الأنباء السعودية واس استثمرت كذلك مواقعها في منصات التواصل الاجتماعي لبث مثل هذه الرسائل، وكذلك هيئة تطوير مكة المكرمة قامت بنشر هذه الرسائل التوعوية لضيوف الرحمن من أجل رفع المستوى الوعي الإرشادي لضيوف الرحمن ليؤدوا هذا النسك بكل يسر.